من جديد يعود الأمير هاري إلى دائرة الضوء بعدما شن هجوماً جديداً على الصحافة التي تنتهك خصوصيته رفقة العائلة المالكة من أجل مكاسب مالية، حتى طال هجومه المذيعة البريطانية المثيرة للجدل بيرس مورغان. فما القصة؟ توصل الأمير هاري لاتفاق مالي ينهي خلافاته القضائية مع بعض الصحف ودور النشر على خلفية انتهاكها خصوصيته، خاصة الدار الناشرة لديلي ميرور التي أدينت بتهمة قرصنة رسائل هاتفية. لكن هاري الذي يقيم في الولايات المتحدة بعيداً عن الأسرة المالكة طالب بضرورة تطبيق القانون على هذه الجهات. سهام هجوم هاري طالت مورغان الذي كان وقتها يعمل بشكل إداري في ديلي ميرور، واتهمه بمعرفة هذه الانتهاكات آنذاك. لكن المذيع البريطاني سرعان ما سخر من هاري، إذ طالبه أولاً بالتوقف عن ذلك في إشارة لنشر هاري تصريحات ومقابلات تكشف أسراراً داخل العائلة المالكة.